يحرص على أذية المؤمن وعلى أن يوقعه في ما حرم الله عليه ولو لم يكن له فيه أرب. نجد اليوم أن بعض الرجال تكون معه امرأته وعنده في الليل في رمضان، والله أباح له أن يأتي أهله في الليل فلا يأتي أهله، فإذا جاء في النهار وقع على أهله وهو صائم، وهذا في الحقيقة حتى الشيخ العجوز قد يوقعه الشيطان في هذا الأمر ليحزنه. وذكرت مرة للإخوة أنه جاءني في الحج في درسي في المسجد النبوي رجل كبير في السن، وكان مسكين حزينا جدا، ونحن في المدينة، فبعد الدرس أخذني جانبا وقال يا شيخ أنا وقعت في أمر عظيم، أنا رجل كبير في السن ولا حاجة لي في امرأتي من سنين في البلد، البارح في المدينة أغواني الشيطان وقعت عليه. قلت له أنت محرم؟ قال لا، بس نحن جينا للحج. قلت الحمد ما عليك شيء، لم تحرم، لكن سبحان الله الشيطان أراد أن يحزنه. لو لم يجد الشيطان من المؤمن إلا أن يحزن قلبه لفعل ذلك، نعوذ بالله، إنه عدو مبين.